تابعينا في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. جمعة مباركة نتمناها للجميع. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة، درجة الحرارة أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام، أجواء مناسبة للخروج وأيضا لممارسة النشاطات الخارجية. توقعات الجوية للعاصمة الرياض لنهار اليوم تسود أجواء صافية، 27 درجة مئوية المنموسة، 26 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مشمس بشكل عام، سكاكا 25 إلى 13، عرعر 21 إلى 11، تبوك 26 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 31 إلى 18، جدة 31 إلى 22، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 25 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 21 إلى 9، الباحة 19 إلى 11، أبع 21 إلى 9، وجازان 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 27 إلى 13، الإحساء 27 إلى 12، وحفر الباطن 23 إلى 11 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 27 إلى 14، بريدة 25 إلى 11، وحائل 24 إلى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. نهار سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.